اللهم صل على سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا ورحيمنا وكريمنا وشفيعنا في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معدر متحر معبر منور في الحل والبين سفته مكتوب في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان العظيم شمس الضحى جميل شيم شفيع الأمم صاحب الجود والحياة والصفاء والفضل والكرم والله عاصمه وجبريل خاتمه والبراق مركبه والميراد صفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين أو أدنى مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده والموجود والسكينة لباسه والبر شعاره والتقوى ضميره والحكمة معقوله والصدق والصفاء طبيعته والعفو والمغفرة والمعروف خلقه والعدل سيرته والحق شريعته والهدى إمامه والإسلام ملته وأحمد اسمه سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين عنيس الغريبين رحمة للعالمين.
سراي الصالحين بإسماء المقربين واهرب بالفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا إلى الله في الدارين صاحب كعبة الحسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين صاحب كعبة الحسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد ابن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتكون بنور جماله بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع كفاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا